من كاميرتي اثنين. رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. في هذه الفقرة راح نتكلم عن مسابقة على مستوى الكويت لطالبات وطلاب الثانوية لمناظرات المدارس، وهي بطولة المرحوم جاسم الخرافي بصورتها الثانية. وضيوفنا في هذه الفقرة فازوا على مستوى الكويت وراح يشاركون في بطولة خارجية. راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع، لكن قبلها خلينا نتابع معاكم هذا التقرير. نرحب بأحلى مشاهدين ونرد من جديد ونشوف ضيفاتنا اليوم. مثال رائع للبنات في عمر الثانوية، لكن عندهم وايد كلام يبي يقولونه. ليش؟ لأنهم أعضاء في نادي المناظرة للمدارس، وأيضا طبعا يمثلون منتخب الكويت الوطني. ناطرين النتائج الحلوة، بس أول شيء خلونا نرحب فيكم. عندنا طبعا رغد ربيعان، حياك الله. الله يحييك. وريان الرفاعي، ألف مبروك على البطولة. الله يبارك فيك، شكرا. طبعا نادي المناظرة بنات يعني مو شيء سهل، خاصة بهالعمر أن يكون عندك طلاقة في اللسان وقدرة على مواجهة الجمهور، وأنك طالعينهم بعينهم وتكلمين وتبين تفوزين. من وين يبتوا هالجرأة ريان في عمر صغير؟ طبعا نادي المناظرات اللي تابع لوزارة التربية عطانا فرصة نفتح لنا مجال جديد، مجال راقي في الحوار اللي هو المناظرة. طبعا كل مناظرة نتدرب ونخوضها قاعدين نتعلم أشياء جديدة، قاعد تطور عندنا المهارات، وقاعد نكتسب جرأة أكثر، وشخصيتنا قاعد تنبني أكثر وأكثر. نعم رغد، إذا نبي نتكلم عن المواضيع اللي تتناقشون فيها في المناظرات، هل في نوعية معينة من المواضيع ولا الموضوع مفتوح بالنسبة لكم؟ لا، المجال مفتوح، وخاصة بالنادي احنا دائما نتطرق حق القضايا الجدلية. نعم. عشان نشوف مدى يعني مشاركتنا فيها كمجتمع، يعني اعتقد ان هذا الهدف من الاهداف الأساسية للمناظرة، انه هو ينمي عندنا شعور ان احنا نكون جزء من المجتمع. نعم. يساهم في القضايا مهما كان عمرنا صغير، عشان نقدر نخوض التجربة الأكبر. قضاياتنا أغلبها ممكن تكون أساساً سياسية، فيخلينا محور الاطلاع هذا والثقافة. نعم. سياسية بهالعمر. نعم. شوفي الاهتمامات يعني شيء عجيب. نعم. إن شاء الله يمكن اهتمامكم بهالشيء من عمر مبكر قد يكون لا علاقة في مستقبلكم وين راح تروحون بعدين. نعم. أتوقع صح؟ إن عندكم اهتمام سياسي أو شيء كذي صح؟ أي إن شاء الله. أوكي، كلمونا شوية عن هم بعد بطولة المرحوم جاسم الخرافي، لا ننسى هالبطولة. بطولة جاسم الخرافي طبعا هي عطت فرصة للطلاب إن هم يمارسون مثل ما قلتوا الطلاقة، يعني يمكن هذا الشيء كان يغيب عن أذهان المعلمين، وخاصة إنه هو يتجه في مادة اللغة العربية إنه شلون نعبر عن نفسنا باللغة العربية، وهي يعني أكثر اللغات اللي فيها المشاعر والتعبير. طبعاً. إن شلون تنقض الرأي وشلون تلعب بالعقل الباطن للحكم إنك توجه الطريق الصحيح، وهذا اللي يميز في المناظر، إنه يعطينا المجال إن شلون تتكلم، شلون تثبت موقفك شخصيتك. والحلو بالمناظرة إنها ما توقف بس على الكلام. نعم. توقف على الكلام، على الشخصية، على الدليل، على الحجة. طبعاً هذه قاعدة إحنا نعرفها، أن الكلام إذا ما كان مدعم فما لنا فائدة، وهذا طبعاً اللي مدعم بأمثلة. نعم. مثلاً أو نعم. مقولات لشخصيات مشهورة شيء كذي. وهذا شيء وايد مهم، يعني التحضير لأي مناظرة أحس يبي له دراسة دقيقة. فشنو الخطوات اللي تتبعينها أنت شخصياً ريان قبل كل مناظرة؟ طبعاً المناظرات تختلف، بعضهم يقولون لنا القضية قبلها يعني يومها، وفي مناظرات يعطونا القضايا قبلها بفترة. إذا عطونا قبلها بفترة فأنا أحب أدخل الإنترنت أقرأ عن الموضوع، أشوف فيديوهات، أفهم الموضوع. ولما يعطونا القضية 20 دقيقة لها الفترة التحضير، نتناقش مع أعضاء الفريق، نقسم أدوارنا، نتأكد أن حججنا مبنية صح، أن ما في مجال حق تفنيدها، نتوقع الفريق الخصم شنو بيقول عشان نفنده بعد المناظرة عشان نفوز. حلو ممتاز. هم ودنا نسأل المشاركة هل هي محدودة على المدارس الحكومية، ولا هم بعد خلينا نقول كل مدارس الكويت تقدر تشارك؟ لا بالعكس، هي مفتوحة كل مدارس الكويت، ومثال على ذلك احنا عندنا مدرسة الرؤية، هي أحد المشاركين في نادي المناظرات وتأهلوا لمراكز عالية في المناظرة، فالمجال مفتوح للكل. نعم. من الكويت عدد المدارس اللي شاركت في هذه المسابقة كم مدرسة؟ 54 فريق بين مدارس البنات ومدارس البنين. نعم. ويكون الفريق من المدرسة مكون من 5 أعضاء.
حلو، يعني المنافسة أتوقع كانت وايد كبيرة ساخن. لأن العدد كبير، وهذا الحلو لما يكون في منافسة الواحد يحاول كثر ما يقدر أنه يسقل موهبته ويقوي أدواته، يعني كل أي موضوع يبي يدخل يتناقش فيه يكون ملم فيه بشكل أكثر وأكبر، وهذا الشيء راح يوسع من نطاق ثقافته شخصيا. أنا عن نفسي ما أدري عنك فاطمة، بس أحس يعني يا ريت كان عندنا وقتنا أن هالنادي متوفر وكذي، ترى وناسة حتى حق مقدمين البرامج يعطي ثقة بالنفس وقوة على خلينا نقول مواجهة الجمهور، خاصة أن لما تطلعين على المسرح في رهبة، مهما أنك تقدمين تسوين هالشغلة سنين يظل في رهبة. كلمونا شوية عن بعد القضايا اللي عادة تقدمونها في المناظرات. قضايا المناظرات مثل ما قلنا متنوعة، فبعضها تمس الطلبة، نتكلم عن المشاكل اللي احنا نعاني منها الطلبة الحين، قلنا السمنة المفرطة هي أحد القضايا اللي احنا قاعد نناقشها حاليا في النادي، السمنة المفرطة في لدى الطلاب. وأيضا عندنا من القضايا اللي ناقشناها في السابق هي اللاجئين في سوريا. فأغلب قضايانا هي مثل ما قلنا قضايا جدلية، وأيضا ناقشنا قضية العمالة في الكويت. فإحنا دائما نتطرق حق المواضيع مثل ما قلنا الجدلية، ومواضيع هم أعتقد من المواضيع اللي صادفنا فيها صعوبة هي القضيتين، أعتقد إذا ما تتفق معي ريان، هي العولمة وأيضا حق الفيتو. يا سلام. وهذه من الأشياء اللي حلو في المناظر، أن أنا شخصيا أحس نفسي سويت قفزة كبيرة يعني بمستواي الثقافي، تعلمت وتثقفت عبارات أول مرة أسمعها، مع أنها هي المفروض أن تكون كل الطلاب يعرفونها، خصوصي بعد يعني مرحلة الثانوية، يعني يكون هو مؤهل أنه ينتقل لمرحلة جديدة، المفروض عنده هنقول نولج بسيط باللي قاعد يدور بين المجتمع. نعم، يعني أنا وايد حبيت الفكرة، فإنها فعلا تنمي جوانب مهمة في شخصية الطلاب، والموضوع ما عاد في المدرسة تلقين تحفظين معلومات وتكتبينها يوم الامتحان، لا الموضوع أكبر من كذي، أنت قاعد تنضجين من خلال هذه التجربة في نادي المناظرات، والحين إن شاء الله قاعد تحضرون لقطر إن شاء الله، فكلمينا عن البطولة الدولية. طبعا الحين فريقنا مكون من 4 أعضاء، إن شاء الله إحنا راح نمثل منتخب الكويت ببطولة الدولية اللي تقام في قطر. عندنا يمكن 14 أو 15 قضية قاعدين نحضر لها، ومستعدين إن شاء الله، يعني استعدينا وإن شاء الله نجيب المركز الأول. عادة كم جولة يكون مثلا في هالنوعية من البطولات؟ أول شيء راح تكون في جولة تحضيرية، هي الجولة الصفر، يعني بس عشان يعرفون مستوانا، يعني مثل إحنا عشان ما تحوشنا رهبة بالجولات يعني اللي تكون صج. بعدين راح ندش 5 جولات، ومنها يطلع 15 فريق من أصل 50 فريق، وبعدين نبدي بالنهائيات، يعني النص نهائي بعدين ربع يعني نهائي، إن شاء الله نفوز مركز الأول. إن شاء الله إن شاء الله. قاعد نشوف لقطات، هل في لجنة تقيمكم قبل يوم المناظرة مثلا، تقول لكم في عندكم نقاط ناقصتكم في هذا الجانب، أو مثلا يكون في إشراف عام على المناظرة؟ وايد حلو ان احنا تطرقنا هالموضوع، عشان يعني انا وريان يعني وايد بدنا نشكر استاذ فهد واستاذ بدر الشطي وفهد السبيعي، هم يعني وايد لهم فضل كبير في مستوى التطور والمعلومات الدقيقه اللي قاعد يوفرون لنا اياها، مو بس على صعيد القضيه نفسها، على هم بنائنا ك مثل ما قلتي الرهبه اللي الرهبه فوق المسرح، شلون الاي كونتاكت بين الجمهور مع لجنة الحكم، شلون يكون المتناظر نفسه مسيطر على الأجواء. هذا وايد كان لهم فضل كبير أنهم دربونا عليه، بالجانب الأساتذة الموجودين وايد الحمد لله، النادي هذا اللي يميزه أنه خارج عن إطار المدرسة، فيدفعنا أن نجرب شيء مختلف، أنه خارج عن إطار المدرسة ما يكون في تلقين كما قلتي، بالعكس يكون في أنه أنت نفسك تبحث عن المعلومة وتختار المعلومة اللي تناسبك وتناسب طرحك، فهذا ينمي وايد عندنا يعني شلون الثقة والمسؤولية، أنك أنت قاعد تحمل، خصوصي نحن قاعد نقول عن قضايا مهمة وتمس المجتمع، شلون تمثلها رغم عمرك تثبت عكس شنو المتوقع منك. إيه أنتوا هم بعد تعتبرون جيل جدا ما شاء الله يعني محظوظ، عشان عندكم اليوتيوب، يعني تدشون وتشوفون مستوى عالي جدا من المحاضرات من حول العالم، تشوفون اللي متابعينهم خلينا نقول الملايين، فتقدرون أنكم حتى في البيت تتدربون وتتأهلون حتى لو ما كان عندكم إشراف أو غيره، فأتوقع هم بعد طالعون محاضرات أونلاين.
أكيد يعني. نعم طبعاً. ولا حد يقول لكم أنتوا في عمر صغير وما تقدرون وهالشيء صعب عليكم. النجاح والتميز ما له عمر، سواء الواحد كان صغير ولا كبير، دام إنه حاط هدف في باله ويبي يحققه يقدر يحققه مهما كان عمره، مهما كان منصبه، وين ما يكون، دام عنده الإرادة والعزيمة إنه هو يبي يوصل. وأنا جداً لأمانة فخورة فيكم، فإنكم بهذا الحماس وهذا العطاء وهذا التميز أيضاً في مجال المناظرات، وموفقين ان شاء الله. مثل ما قالت فاطمه الله يوفقكم. بس اذا عندكم كلمه اخيره ريان وبعدها رغد. طبعا اشكركم على استضافتكم لنا اليوم، واحب اشكر ثانويتي ثانويه جمانه بنت ابي طالب وعلى راس مديره المدرسه استاذه اسماء لي حياه، انهم على تشجيعهم ودعمهم مستمر لنا، ولولا فضل الله وفضل جهودهم معنا كان ما حققنا المركز الاول على مستوى الكويت. وهم احب اشكر نادي المناظرات التابع لوزاره التربيه واستاذ فهد واستاذ بدر على انهم وثقوا فينا واعطونا الفرصه نمثل الكويت بالبطوله الدوليه اللي تقام في قطر. نعم، واكيد رغد عندها كلمه حابه توجهها في ختام اللقاء. أول شيء أشكر ضيافتكم حقنا، وأن عرفتوا الناس فينا، وإحنا هذا اللي نبي ننشرها من بالنادي، أن يكون الناس عندهم توسع أكثر في الموضوع ودعم منهم، لأن أكيد الدعم من الدولة راح يكون مهم إن شاء الله حقنا في قطر. وأكيد أشكر أساتذتي والنادي ومدرستي العاصمة المتحف اللي سمحت لي أني أخوض هذه التجربة، اللي يعني تجربة فريدة من نوعها إن شاء الله راح تكون خصوصي بعد تأهلنا لقطر. وأشكر مديرة المدرسة أبو الخيال إبراهيم، إن شاء الله فالنا الفوز ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم ريان ورغد، نورتونا في شاي الضحى، موفقين ان شاء الله. شكرا، يعطيكم الف عافيه. نوف الحين نروح حق زميلتنا دلال، اكيد محضره لنا شيء مميز وزاويه مميزه من فقراتنا في شاي الضحى.